طبعاً مبادرة سلامة قلبك هي إحدى المبادرات التي أطلقها الفارس الشاهم الثنان والذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة الهلال الأحمر الإماراتي. تم رصد أن هناك حالات كبيرة متضررة من جراء الزلزال، وكذلك من المتعففين الذي يحتاجون التدخل الجراحي لأمراض القلب. أطلقنا هذه المبادرة لدعمها طبياً وكذلك لتوعية المجتمع بمخاطر بعض السلوكيات المتسببة لمثل هذه الأمراض. طبعا راح يكون نعم دعم إماراتي وكوادر طبية سورية متميزة في مستشفى الباسل لأمراض القلب باللاذقية. المبادرة مبادرة سلامة قلبك هي مبادرة خاصة بمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب لجميع الأخوة المواطنين اللي عندهم مشاكل قلبية، كان تخص إجراء القسطرة القلبية وما يلزم بعد القسطرة أو من خلال الأعمال الجراحية المقدمة. الحقيقة المبادرة هي مشكورة، مبادرة الثالثة الإماراتية بسي المبادرة الأولى لأمراض وجراحة القلب. حتكون تقديم الخدمات بالمشفى من الكادر الطبي ومن وزارة الصحة بالكامل مجانا، بالإضافة إلى تقديم المستهلكات الطبية التي تلزم من الجانب الإماراتي. حقيقة مثل ما حكينا أنه نحن عملية الفارس الشهم 2 ما زالت مستمرة، عملية الفارس الشهم 2 من اليوم الأول للزلزال إلى يومنا هذا ما زالت مستمرة بتقديم الخدمات الطبية، وكانت لنا خير عون في هذه الكارثة.